حاجتين اللي دايما بيبقى عليهم الخناق، كوبايه اللبن والسلطه. صح. فيعني ليه اللبن ساعات الولاد بترفضه، بتزهق منه، بس اللبن سهل وطبعا مهم جدا عشان الكالسيوم وفيتامين دي. سهل قوي ندخله بصوره تانية. ازاي بقى؟ قولي لي الصور التانية دي علشان احاول اعوض كوبايه اللبن. البودنج والله الولاد كلها بتحبه، ده عباره عن لبن بس احنا عاملينه في البيت، طبعا احسن من بره. اصل اللي بره فيه مواد حافظه اكيد. مواد حافظه والوان صناعيه بس مصرح بيها. ممكن ناخده بس بنسبه قليله. طبعا في البيت بيبقى جميل، عباره عن لبن بيور لبن احنا عاملينه، وممكن كمان نتحكم في كميه السكر فيه. صحيح. فبيبقى صحي اكتر وفي نفس الوقت مقللين اضراره بان ما فيهوش مواد حافظه، طبيعي اخد كوبايه اللبن منكهه بحاجه. كويس قوي، احنا كده عملنا حاجه بره جوه في البيت، وتعتبر دي حاجه سويتي يعني بالنسبه بالظبط كده. ودي على فكره من العادات الصح، لان احنا برضو بن ايه على طول حلويات في البيت، طب كلي وحديكي الكوكي دي. اما بنستبدلها بالحاجات الصحيه دي، بنديهم العناصر اللي ناقصه لهم من حاجات صحيه عاملاها في البيت، فمتجنبه خالص المواد الحافظه والحاجات الصناعيه والحاجات دي، في نفس الوقت اتغذت واخدت حاجه حلوه. الزبادي الولاد ما بتحبوش، نقطع عليه فاكهه بس نشاركهم بقى معانا، يلا ننزل نشتري، بتحبي فاكهه ايه؟ بحب عنب، بحب موز، بحب فراوله، نروح نقطع حطيهم لي جوه الزبادي. هقول لك على حاجه، احيانا الاطفال بيرفضوا حتى ان هم يجربوا الحاجه. صح، بس لو هم شاريينها او مشاركين في صناعتها بيجربوا. يعني انا كتير اقعد اقول لها كان في معمول، كان عندنا ضيوف وكان معمول فروت سالاد بالزبادي والزبادي، جربيها دي حلوه قوي. لا وحشه. طب انت دوقتيها؟ لا وحشه وحشه. صح. من سن 3 سنين بنخش في مرحله الولاد بتبتدي تفرض رايها، هي عايزه تثبت شخصيتها، ده ستارتنج من 3 سنين، فبنتك في السن ده تماما. لو هي عامله معايا الفروت سالاد، مقطعه حاجه، رصه معايا حاجه، مشاركاني في اعدادها في تقديمها، هي من نفسها هتحب تدوق، لان هي مشاركه فيها. زي ما عملت لعبه مثلا جبنه للبنات البيتزا وعملنا غويش. أيوه. مش احلى حاجه يعني، هما بيحبوها قوي قاعدين يلبسوها طول الوقت، هي عاملاها بايديها، تعبانه فيها، مشاركه فيها. والله فكره حلوه جدا جدا جدا. وعندنا غلطه تانية برضو يا ساره، كل الامهات بتقع فيها، اللحه على الولاد. انا فظيعه. كل الامهات كده. دي اكتر حاجات غلط، احنا ما بنعملش كومنت خالص، وما بنحبهمش يسمعوا كمان واحنا بنعمل كومنت لحد. قاعده مع مامي، قاعده انا مع اختي، قاعده مع صاحبتي، البنت ما بتاكلش خالص، اصل ما بتشرب. ايوه الكلام ده بيأثر عليهم جدا، بيأثر عليهم في ايه؟ اكتر يخليهم يعندوا اكتر، بياخدوا اهتمام فبيبقوا عايزين يظهروا اكتر. هم في السن ده احنا قلنا سن العند وفرض الشخصيه. طب تفتكري اقول ايه عليها قدام الناس؟ ما اتكلمش عليها قدام الناس خالص، ما اعملش كومنت حتى في البيت، مش طول النهار اقول لها كلي من ده، كلي الفروت سلطه حلوه قوي، كلي مش عارفه انا حتى. لا احنا بنفهم ان دايركت، احنا الكلام اللي قلناه في الاول اندايركت ملوش علاقه دلوقتي في الاكل. احنا بنعود الولاد على قد ما تقدر نقدر على روتين. عندنا 3 ميلز بير داي، فطار وغدا وعشاء. ثلاث وجبات في اليوم، ثلاث وجبات رئيسيه في اليوم. ندخل الخضار اللي انت بتقولي ما بتاكل، مش لازم طبق السلطه. انا ممكن زي ما قلنا نقطع خيار. اصل انا بقدر قوي طبق السلطه. جميل. ده لا بس مش لازم في صوره طبق السلطه. طيب ازاي طبق السلطه بالنسبه لنا؟ يعني ايه خضار؟ صح كده. الخضار بناخده في صور كتيره قوي. يعني ايه؟ ممكن مثلا اعمل شوربه عدس مثلا، احط جواها كوسايه وطماطمايه وبصل، تبقى اخذت العناصر اللي أيوة انا عايزاها. أيوة. ممكن اقطع الخيار والجزر، تعالي نعمل بيه قطر. تعالي نحطه على التوست الساندوتش، نعمل بيه شكل وش. يعني انت شايفه ان احنا ممكن نعوض اكل بره بالتزيين، بالبرزنتيشن، بالتقديمه الحلوه بتاعتها والمشاركه طبعا. دي هتخليهم يقبلوا على الاكل البيتي ويحبوه جدا. وهرجع اقول تاني، اكل بره في السن ده بيبقى في ايد الاب والام. مين اللي بيجيب لهم اكل بره ومين اللي بيخرجهم اكل بره؟ ده حقيقي. فليه ما نسيبهاش لما يكون في عيد ميلاد؟ يبقى في اعياد ميلاد تبع المدرسه، تبع الحضانه، في الحاجات دي، خلاص مش هنحرم الطفل. بس يبقى متكلمين على الاضرار والميزات، طبعا بيبقى معاها هديه، بيبقى معاها حاجه لطيفه، فالولاد بتحب. صحيح. مش محرومين، بس مش ده الطبيعي. مش ده دي المكافاه، دي كمان بنغلط فيها. يعني معلش احنا بقى معذورين شويه، بنبقى عايزين يعني نستسهل ونخلص، بس صح ده غلط جدا جدا. وهي مره واحده بس في اليوم صح؟ مش كل يوم ولا ايه؟ مره واحده في اليوم ايه؟ حلويات سويتس. مره واحده في اليوم، ونحاول نستنى ما هم يطلبوا، يعني احنا ما نقدمش. صح. ما تبقاش ريورد. يعني عايزين نحط زي ما بنقول الطفل بيتقبل الاكل ممكن لغايه بعد 10 مرات يتقدم. صح انت يعني عندك حق. احنا احيانا بنقول احنا انه هما على فكره في كذا، بس خلصي وانا اديهولك. انا بشكرك جدا يا دكتور مروه على وجودك معايا النهارده، ميرسي جدا، والتبس حلو قوي.